مشان الله بيكفي بقى حاجتكو. الحمد لله لسه عايشين ونحن بخير، مجبورين ندبر أمورنا. كيف بدنا ندبر أمورنا؟ يعني نحن لأمتى رح نقدر نضل ببيت خالتي أمي؟ ما في شي نساوي، هذا الواطي اللي اسمه حلمي رح يجي وبعدين رح يرمي كل غراضنا برا. طيب وشو بدنا نساوي بغراضنا؟ بدي حطهم بمستودع صباحات، وإن شاء الله فترة قريبة منستأجر شي بيت على قدنا ومناخد غراضنا عليه، مو هيك أورهان؟ وشو مشان عمر والبقية؟ هنن وين رح يعيشوا؟ بابا انت ما رح تساوي شي؟ أوجان كيف بتسأل هالسؤال لأبوك؟ مو شايف حالته ابني؟ ليش عم يصير معنا هيك يا جماعة؟ يا ترى احنا مين قازين؟ انا بكل حياتي ما سرقت ولا اكلت حرام. دخيلك يا ربي ليش عم تجي هالمصايب فوروسنا هيك؟ وشو بدك يعني ساوي؟ ليش بيطلع بإيدي غير ضل قاعد على هالكرسي؟ الله ياخذني لأرتاح. لا أرهان لا، بترجل لا تساوي هيك. هاد قدرنا، شو بدنا نعمل؟ نصيبنا العذاب بهالدنيا، ما بيطلع بإيدنا نعمل شي. انتي حكيتي مع أختك رح تقبل أولاد أخي مو هيك؟ ترجيتها لحتى قبلتنا قلنا. انت بتعرف أختي. طيب شو رح يصير فيهم يا شينقول؟ منقول لأولاد أخي إنه لقينا مكان لأنه وانتو رح تناموا بالشوارع؟ أرهان صراحة خطر على بالي حل، بس بترجاك لا تنقهر وتعصب وتعيط علي ولا تزعل، بتوعدني؟ يلا قولي. خليهم يروحوا على الميتة. منطمن ومنعرف انه في سقف يحميهم وما بيناموا جوعاني وانهم بامان، احسن ما يتشنططوا بالشارع. يا ربي لو اخذت روحي وما شفت هالايام هي، يا ربي دقيلك. انا شلون حقدر اعيش مع هالقهر؟ حتى قدير ما له موجود حتى يهتم باخواته، ليش هيك يا ربي؟ بابا انا بترجاك لا تقول هيك، بتتخيل منقدر نعيش من دونك؟ هن مضطرين يتحملوا حتى نلاقي بيت ونستقر فيه. ما عم يخطر عبالي غير هالحل، إذا عندكن حل تاني احكوا. يا ربي حبيبتي بنتي، روحي نادي لآسيا وعمر، بدي أحكي معهم. يلا قومي. Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat.